عامة يعني أنا سعيد الأسبوع اللي فات الحقيقة قابلتوا بعضكم وجولي معانا، فكانت فرصة يعني إن الواحد يشوفكم. وبالنسبة لإخواننا المسيحيين كل سنة وهم طيبين، طبعا كان عيدهم الحد اللي فات. دلوقتي إحنا هنكمل مع بعض. أوكي يا عبد الرحمن، خلاص أنا سألت عليك عشان أنت كنت موجود في الأول وبعدين خرجت، فأنا ما كنتش عارف في مشكلة أو لا بالنسبة لك. طيب عامة دلوقتي الجزء اللي هناخده النهارده هو طبعا لأي ديفايس في الدنيا أهم حاجة هو الأي في كاركترستكس. بس الحقيقة مشكلتكم أما بتكونوا عاوزين تجيبوا الأي في كاركترستكس، كتير منكم ما بيبقاش فاهم الريليشنز اللي جابها دي يعني وصل لها إزاي أو جابها منين. الحقيقه هي دي بتبقى مشكلتكم بعد كده في الديفايس. انت تقول لي اه انا بعرف استخدمه في السيرفس، لكن انا المعدات اللي انا بستخدمه كديفايس انا مش عارف. طبعا الحته دي ليها مشكله كبيره جدا، انك لو بقيت بتستخدمه كسيركت اليمنت لكن انت مش فاهمه كويس، انت بقيت تكنيشن. يعني نقطة الانجينيرينج مش هتبقى موجودة، أصل أنت يعني التاسك بتاعك الأساسي الحقيقة إنك أنت تعمل سيركت ديزاين. السيركت ديزاين لا يمكن واحد بتاع سيركت ديزاين ناجح هيقدر يعمل السيركت بتاعته ومش فاهم الديفايس بتشتغل إزاي. وخصوصًا إن الديفايس الجديدة ليها مشاكل كتيرة جدًا وليها ليميتيشن كتيرة جدًا، فأنت لازم تتعود تبقى فاهم الكاركترستكس جت ازاي كده وعيب كل جزء بيأثر فين اند سو. طيب عامة عشان احنا ما نطولش عليك دلوقتي احنا هنخش في الاي في كاركترستكس. بس بقى عاوزك تتعلم من النهارده ان ما فيش قانون كده بدون اسامشن. دايما اي قانون بنسبته او بنحاول ان احنا نعمل ديفيجن لاي في كاركترستكس بنعمل بعض الافتراضات. فأنا يهمني جدا بقى من البداية نشوف الافتراضات ده هي الحاجة التانية. ما واحد يجي يقول لي بس طب الافتراضات دي في بعضها مش هتحقق، ان يعني الايديال كيس مختلف عن كده. اصبر عليا بعد ما هفهمك كويس جدا الايديال كيس حاجة اقول لك كل اسامشن احنا عملناه الدروباك بتاعه او العيوب بتاعه هتظهر فين وهنلاقيها. عشان كده المحاضره بتاعت النهارده وبكره الحقيقه هم ريليتد لبعض. احنا كده هنبقى سابقين الجروب التاني كتير، فيمكن الاسبوع الجاي طبعا انا هاخد هي ليكتشرز واحده الاسبوع اللي جاي، وبعد كده الاسبوع اللي جاي بقى انا هقول لكم يعني ان شاء الله هكون اتفقت مع دكتوره داليا وهقول لكم بقى كل التفاصيل الخاصه بالاسبوعين اللي جايين اللي بعد كده والاجزاء اللي احنا لو كان الداي الكتريك نتيجه تقديم الامتحانات مش هناخد الجزء بتاع الداي الكتريك، هناخد الجزء بتاع كريستال ستراكشر. كل التفاصيل هقولها لكم ان شاء الله اما ترجعوا بعد الاجازه باذن الله. طيب تعالوا بقى احنا هنبتدي النهارده بطريقه انا المفروض لكم عاوزكم كلكم تطلعوا ورقه وقلم لازم تبقى جنبكم. اسمعوا كلمه بس عشان انا في النص هطلب منك بعض الحاجات تعملها عشان القعده بتاعت النهارده تبقى هي بمذاكرتها. يعني انت هتبقى محتاج مثلا ساعه بعد كده تلم المواضيع كلها، فمن فضلكم بس كلكم دلوقتي يعني خلي ورقه وقلم جنبك بحيث انك المعادلات والحاجات والكومنت اللي هقولها لك اكتبها. دي كده بس روحوا جيبوا ورقه وقلم وخليها جاهزين معاكم ونبتدي على طول بعدها. انا هعمل ريفيجن على بعض النقط وبعدين هرجع اقول لكم اكتبوا المعادلات اللي انا عاوزها ونبتدي نشوفها مع بعض. طيب قبل بس ما اكمل، هل في حد منكم عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ عشان حتى وانا بعمل اسكان اجاوبه لكم بالمره. باشمهندسين تمام يا دكتور، ما عندكش اي مشاكل لسه في حاجه؟ تمام يا دكتور. طب الباقي ماشي. طيب ركزوا بقى معايا. نعم باشمهندس، مين اللي كان بيتكلم؟ لا بقول حضرتك تمام. ماشي طيب
دلوقتي بقى ركزوا معايا، عشان الحقيقة أنا همسك نقط صغيرة جدا، بس لازم تبقى واضحة أوي أوي ليك قبل ما نكمل. إحنا أول ما بدينا الكورس، أنا عملت معاكم كده المرة اللي فاتت بس هعيد بعضها تاني. أول ما بدينا الكورس كان الغرض إن أنا أحسب البيلت إن بوتنشال، أشوف البيلت إن بوتنشال ده عبارة عن إيه أو قيمته إيه. فوصلنا ان البيلت ان بوتنشال بيديبند طبعا على الدوبينج كونسنتريشن في البوث سايدز، وقلنا ان انت كل ما زاد الدوبينج كونسنتريشن في البوث سايدز، خلي بالك الان دي والان ايه، البيلت ان بوتنشال بتاعك بيزيد. طيب برضو حاجات يعني عاوزه كده تبقى في دماغكم، البيلت ان بوتنشال ده ان جنرال مهما اختلف الدوبينج بيبقى تقريبا يعني في معظم الديفايسز من 0.45 0.65 الى 0.8 0.9، يعني دي القيم الطبيعيه للبيلت ان بوتنشال. فطبعا لما واحد مثلا يحسب لي بيلت ان بوتنشال في مساله طلعوا لي 1 فولت ولا 3 فولت، دي حاجات يعني استحاله بالدوبنج الطبيعي يعني. طيب بصوا من فضلكم كويس جدا بقى على الايكويشن رقم 7، ان دي زي ما بقول لكم هناخدها كده بره وعاوزكم كلكم نبص لها كويس. ايكويشن رقم 7 هي بتربط ايه؟ بصوا كويس عليها. بتربط ايه؟ الماجوريتي في البي تايب للهول مع الماينوريتي في الان تايب في الهول بالبيلت ان بوتنشال. يعني ادي هنا مثلا البي بي نود ده الماجوريتي جوه البي تايب. البي ان نود هي الماينوريتي في الماينوريتي يعني هي الهول في الان تايب. طيب يبقى خلي بالكو المعادله دي اندر ثيرمال ايكوليبريم، البيلت ان بوتنشال ده هو متولد ذاتيا من البي ان جنكشن، مش متولد نتيجه ابلايد فولتج. بس انا عاوزكم الايكويشن 7 دي لو سمحتوا اكتبوها كويس جدا كده، وبس خلي بالك في دماغك دايما ان 7 هي بتربط نفس نوع الكارير كونسنتريشن هول في الجانبين او ان في الجانبين، فطبعا هي بتربط الماجوريتي في مكان مع الماينوريتي في المكان التاني. دي واحده بقى، دي واحده خليها كده في دماغك وبعدين هنكمل. الملحوظه الثانيه برضو اللي عاوز افكرك بيها، واحنا بنتكلم على البايسنج بقى، اما اتكلمنا المره اللي فاتت على البايسنج لو سمحتوا الحته دي مهمه. دلوقتي ابتدينا نفهم ده الثيرمال ايكوليبريم، ان انا عندي بيلت ان الكتريك فيلد وبيلت ان بوتنشال. لو انت ابتديت تعمل فورورد بايس او ريفرس بايس، تعالوا نبتدي بالريفرس بايس. انت الريفرس بايس بتحط فولتج بحيث ان هو يقدر يعرض الدبليشن ويدث. شيء طبيعي، عرضت الدبليشن ويدث معناها انك انت كبرت الفيلد، او بمعنى اصح طبعا الانتجريشن بتاع الفيلد بيديك البوتنشال، فالمفروض تبقى انت عارف انك انت بالذات في الحته دي زودت البوتنشال. طيب لو انت عملت فورورد، معنى فورورد ايه؟ انك انت فعلا هنا هتدفع الكاريرز انها تعدي، وفي نفس الوقت انت ضيقت الدبليشن ريجون، فهتلاقي ان الفيلد بيلت ان فيلد بتاعك ثم البيلت ان بوتنشال بتاعك بيقل. اوكي بعد كده بقى ابتديت اركز على الحته دي من ناحيه الكارير كونسنتريشن يمين وشمال. لو سمحتوا النقط اللي هقولها بقى دلوقتي دي هي بدايه شغلنا، انا عاوز برضو تركيز فيها جامد. بص كويس، ادي حاله الثيرمال ايكوليبريم. الثيرمال ايكوليبريم ما تنساش انك انت في الثيرمال ايكوليبريم، انت عارف كلمه ثيرمال ايكوليبريم معناها انك انت عندك كرنس بس كل واحد بيلاشيه واحد تاني. طيب احنا بنبص للثيرمال ايكوليبريم لو حبينا نبص لها كده، ان في بيلت ان فيلد، البيلت ان فيلد ده بيوقف لك معظم الماجوريتي انه يعدي، لكن في نفس الوقت لو بصيت انك عندك فيلد بالمنظر ده فممكن تقول ان الفيلد ده يساعد الماينوريتي انها تعدي. يعني بصوا كده، لو عندي الكترونز هنا، انا اهو السهم بتاع الماوس بيلف لك على الماجوريتي، دي الكترونز. الالكترونز طبعا انت عارف لو اتوجدت في مكان الالكتريك فيلد بتردها بيمشيها عكسه، فمعنى كده ان البيلت ان
بوتنشال ده او البيلت ان الكتريك فيلد اللي انت شايفه باللون الاحمر ده هيرد الماجوريتي عاوز يرجعها لورا. بس هو في نفس الوقت لو كان عنده ماينوريتي اللي هي زي البي هو الالكتريك فيلد ده يساعد الماينوريتي انها تعدي. الكلام ده برضو بيعمله العكس الجهه الثانيه، برضو الماجوريتي بتاعه الهول بي هو بيصدها لكن يقدر ان يعدي لك جزء من الماينوريتي بتاعه الالكترون الجهه الثانيه. طيب يبقى انا لو جيت ابص بقى من ناحيه كارير كونسنتريشن في الثيرمال ايكوليبريم اهو ده الكلام اللي انا بقوله، باجي اقول ان عندي الماجوريتي دول كلهم ما يقدروش ان هم يعدوا، اللي فوق خالص ده الوحيد اللي يقدر انه يعدي البارير انه اعلى من البارير، قدامه الماينوريتي الجهه الثانيه اللي هو الاحمر الجهه الاخضر اللي انا بشاور عليه دلوقتي الفيلد يقدر يعديه. طب هما التو بروسيس عكس بعضهم، الالكترونز جاي كده والالكترون الثاني جاي كده، يبقى النت بتاع الالكترونز بزيرو. نفس الكلام عندي الهول، الفيلد ده يوقف الماجوريتي بتاعت الهولز دي كلها كلها واقفه ما تقدرش انها تعدي، ده بس الوحيد اللي عنده انرجي انه يعدي، هيلاقي ان ده يقدر يعدي لكن الفيلد ده يعدي لك الماينوريتي الجهه الثانيه، فبتكون نتيجتها ان التوتال كرنت بتاع الان بزيرو، التوتال كرنت بتاع البي بزيرو، وعشان كده بنقول نو كرنت، ودي حاله الثيرمال ايكوليبريم. بعد بقى كده اتفقنا ان الكلام ده هيتكسر سواء بالفورورد او الريفيرس، وفي الفورورد او الريفيرس هيبتدي يمشي عندك كرنت. هنا بقى تلاحظوا حاجه مهمه جدا، الثيرمال ايكوليبريم انا كنت بتكلم على حاجه اسمها الاي فيرمي، وكنت بقول ان الاي فيرمي موجوده ولازم بتبقى كونستانت زي ما احنا شايفين، ده حاله الثيرمال ايكوليبريم، وطول ما الاي فيرمي بهذا المنظر بنفهم على طول انه نو كرنت. طيب بصوا بقى في حاله الفورورد والريفرس، في حالة الفورورد انا عندي كارنت عالي، في حالة الريفيرس عندي كارنت قليل، بس كون ان انا عندي كارنت وده نتيجة البطارية الخارجية اللي انا حطيتها اللي هي مرة ضعفت الفيلد ومرة زودت الفيلد، فخلي بالكوا بقى انا ما عنديش في الحالة دي ثيرمال ايكوليبريم. فهتلاقوني في الرسمة اليمين والرسمة الشمال في حاجة سميتها كوازي فيرمي ليفل، خلي بالكوا الكوازي فيرمي ليفل دي انا رسمتها فين؟ هو الفيرمي ليفل بتاع الماده الان والماده البي. طبعا انا ما اقدرش اسويه ان دلوقتي في كرنت بيمشي، يبقى خلي بالكم هنا بقى بنكتب اي فاي ان واي فاي بي. ميزه الفاي ان والفاي بي دول اما بيتحطوا على الرسمه بيفهمك الكارير كونسنتريشن بتاع النيوترال ريجن بتاعه المنطقه اللي هي مش عند الجنكشن. عظيم. يبقى هنا نميز، اوعوا حد منكم يرسم الفيرمي ليفل في حالة فورورد أو ريفيرس، إنك لو سويت الفيرمي ليفل إنه ماشي في المنتصف على طول ده أنت كده في حالة الثيرمال إيكوليبريم، ولكن إحنا بنحط حاجة بنسميها كوازي فيرمي ليفل، والكوازي فيرمي ليفل ده ليه ميزة صغيرة إنك أنت الديفرنس في الكوازي فيرمي ليفل ده بيبقى هو نفس الأبلايد فولتج اللي أنت حطيته، ده أنا وريته لك في مثال قبل كده. اما اخذنا البي ان جنكشن هنا بس من غير ما تعرف حته الكوازي فيرمي ليفل، كنت اديت لكم مثال، المثال ده يعني انا قلت لكم خلي بالكم منه اللي احنا اخذناه اعتقد هنا اهو ده. بصوا الجزء ده انا حطيت لك هنا مثال كان بسيط جدا، كنت وريتك ان الجزء اللي انت بتنزله تحت هنا والجزء اللي انت بتطلعه هنا وجمعناهم طلع هو البيلت ان بوتنشال، طبعا دي في حاله الثيرمال ايكوليبريم. برضو بقى لو حاله انت حطيت بايس هتلاقي بقى في الحاله دي ما تقدرش تتكلم على الفيرمي ليفل ده، لكن هتتكلم على الكوازي فيرمي ليفل، هتلاقي انت بقى في حاله الكوازي فيرمي ليفل الديفرنس ما بين الكوازي فيرمي ليفل هو الاكسترنال فولتج اللي انت حطيته سواء في ناحيه البي او في ناحيه الان. ده الكلام اللي انا كنت قلته لك تحت هنا بس ما عرضته لكش في السلايد. اوكي احنا هنا بقى وقفنا المره اللي فاتت كنا شرحنا اليمين والشمال دول، وبعدين كنا شرحنا نقطه تانية اما اتكلمنا هنا قلنا ليه فورورد وريفرس انا كنترولد باي ديفيوجن، ان احنا اتفقنا هنا في حاله ان انا بقلل الفيلد انا بمكن الماجوريتي انها تعدي،
وبمكن برضو الماجوريتي في البي انها تعدي. فاذا انت عديت الماجوريتي عند الايج انت بقيت ماده البي جاي لها جامد جدا وهي البي بتاعتها ضعيفه، فهيبتدي يمشي هنا باي ديفيوجن. برضو جوه الان جوه الماده اللي هي البي تايب الكترونز كتيره جدا عدت الجهه الثانيه، فتركيزها عند الايدج هنا بقى عالي وهنا بقى قليل، هتبتدي تمشي هنا باي ديفيوجن. عشان كده بنقول ان الكرنت في الفورورد بايس هو فعلا عباره عن ديفيوجن كرنت جوه النيوترال ريجون يمين وجوه النيوترال ريجون شمال. طيب في الريفرس بايس، احنا في الريفرس بايس عرفنا الاتي، ان الفيلد ده لو عالي قوي لا الماجورتي دي هتقدر تعدي ولا الماجورتي دي هتقدر تعدي، فخلاص انت بلوك الماجورتي انهم يعدوا، مفيش ماجورتي. طيب انت عارف كويس قوي ان الفيلد ده يقدر يعدي الماينورتي، فهو هيسحب الماينورتي اللي هي كانت هنا، بصوا هنا كان بي ان نود كان تركيزها عند الايدج، هنا بي ان نود ده هتسحبه الجهه الثانيه فهيقل. طيب وبرده الكاميرا الالكترونز اللي موجوده هنا، بص على السهم الالكترونز اللي موجوده هنا، الفيلد ده يقدر يسحبها الجهه الثانيه فهتقل برضو عند الايدج. كويس، يبقى اذا انت نقلت فعلا الكرنت بالفيلد بالدريفت. طيب ما هو انت دلوقتي لو الكارير بتاعتك دي ما تعوضتش خلاص انت عديت كارير ووقفت اللعبه، لا هي مش هتقف. ليه؟ ان الهول اللي موجوده هنا هي ضعيفه لكن عند الايدج بقت اضعف، فهتبتدي تنتقل من هنا لهنا باي ديفيوجن، وبرضو الان الجهه الثانيه هتنتقل من هنا لهنا باي ديفيوجن. وعشان كده بنقول انها كنترولد باي ديفيوجن. يعني احنا بنقول ايه؟ فورورد بايس وريفرس بايس. ما بقولكش الكرنت ماشي في كلهم باي ديفيوجن، ولكن في كلا الحالتين كنترولد بالديفيوجن. ده ملخص اللي انا قلته معاكم في القعدات اللي فاتت كلها، وانا حبيت بس اركز عليه قبل ما ابتدي النهارده بقى الاي في كاركترستكس. دلوقتي ولاد لو سمحت في حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات ده؟ باشمهندسين اوكي، انا كده في العشر دقائق اللي فات دي او ربع ساعه انا جبت لكم يعني خلاصتها كلها. طيب تعالوا بقى معايا ان الجزء اللي جاي ده بقى يعني نشوفه بقى مع بعض واحده. اول حاجه بنقول الكرنت فولتج اي في كاركترستكس اللي احنا هندرسها دلوقتي هنفرض فيها كذا اسامبشن. اولا انا يهمني بقى اما هقول الاسامبشن في الاول تعرفوا، ده نمره واحد. نمره اتنين يعني بيأثر عليك في ايه، دي برضو نقطه مهمه جدا تاثيره في الحسابات هيبقى فيه. فتعالوا هناخد بعضهم كده مع بعض. اول حاجه في الايدل انا هفترض برضو عندي ابربت جنكشن. ليه عندي ابروبت جنكشن؟ ان دي سهله قوي، الدوبنج في حته ان ايه فالدوبنج في الحته الثانيه ان دي. لكن لو كان غير كده كنت لازم هبتدي ادرس الفاريشن بتاع الدوبنج وتاثيره عليا في الحسابات. فطبعا كده واضح ان الاسامبشن ده بيسهل لي فقط في عمليه الشغل، لكن لو هو مش موجود دي طريقه معينه وهقولها لكم ساعتها. يبقى دي اول اسامبشن انك انت عندك ابروبت بي ان جنكشن. تاني بقى حاجة خلي بالكم دي بقى عاوزة شوية تركيز مهم. بنقول لك إن الديبريشن ريجن أبروكسيميشن، إيه اللي مقصود بالديبريشن ريجن أبروكسيميشن؟ إن أنا بقول نو موبايل تشارج في الديبريشن ريجن. طيب واحد هيجي يسأل هي ليه يبقى في موبايل تشارج في الديبريشن ريجن؟ أولاً بص عشان الحتة دي تتفهم، هي دي مرتبطه ب يعني باللي بعديها كمان، يعني 2 و4 دول هيبقوا مع بعض. تعالوا نفهم بس الحته دي من فوق باشمهندسين خليكم معايا. سواء انت شغال فورورد او شغال ريفرس او في حاله السيرمال ايكوليبريم، بس تعالوا يعني ناخد الفورورد والريفرس بس. منطقه الديبليشن ريجون دي ما هي سيمي كوندكتور. طب ما هو سيمي كوندكتور ده طبيعي في سيرمال جينيريشن، يعني في الكترون هول بير هتتكون نتيجه السيرمال افكت. يبقى انا لما باجي اقول هنا نو الكترون هول بيرز دي حاجه برضو مش طبيعيه. ليه؟ ان انا الايديال كيس حتى لو عندي سيليكون عادي محطوط في درجه حراره هيحصل دايما جينيريشن لالكترون هول بيرز. طيب يبقى انا بفترض ان انا هنا بهمل
ان المنطقه دي كما كان بيتكون فيها الكترون مهول بيرث. طيب ما في نقطه ثانيه، هو حاجه ثانيه بقى مهمه، بصوا برضو ثاني وانا بعدي، ركزوا بقى عشان نفهم الاسامشن الثاني والثالث. وانت بتعدي في حاله الفورورد بايس، لو سمحتوا بقى ركزوا كويس تاني. انت بتعمل ايه؟ انت بتاخد الكترون بتعديها الديبليشن ريجون وبتوديها المنطقه بتاعت البي، وكذلك بتاخد هول وبتعديها منطقه الديبليشن ريجون وبتوديها جهه البي الان تايب، يعني بتعدي الكترون للبي وبتعدي هول للان. كويس، انا بفترض شيء طبيعي انا لو عندي الكترون وهول يريكومباين ولا لا؟ مش منس مفروض يريكومباين ولا لا؟ مفروض. انا ههمل الريكومبينيشن في الديبليشن ريشو، يبقى في ابروكسيميشن تاني. انا مثلا لو جيت قلت لك، ركز بقى معايا، لو قلت لك مثلا الحته دي اصلا مهمه قوي في الحسابات، لو قلت لك مثلا هنا في 1000 الكترون هيسيب الان ويروح باي ديفيوجن للبي، طبيعي ال1000 الكترون دول لو كانوا عنده منطقه وفيها الكترونز او هول هيكومباين، يبقى هل هيوصلوا ال1000 ولا هيوصلوا اقل؟ هيوصلوا اقل. كون ان انا فارض بقى ان مفيش ريكومبينيشن، معناه انهم هيوصلوا كلهم ولا لا؟ يبقى انا كاني فارض ان الالف دول هيعدوا زي ما هم. بعض الناس هتيجي تقول لي طب ما ده اسامبشن جامد جدا، هقول لك لا، لسبب. المنطقه دي فيها فيلد، والمنطقه دي الويدز بتاعها صغير جدا، مهما كانت ديبليشن ويدز هي مش فوليوم ضخم الالكترونز قاعده براحتها انها تركومباين، لا ده هي بتسوق بسرعه جدا وبتايمز صغير جدا، ففعلا اقدر اعمل الاهمال ده. تيجي تقول لي طب بس لو انا عاوز اخد الريال كيس هقدر اهملها؟ اقول لك افرض حتى مش هتهملها، هقول لك هتاثر معاك ازاي، لكن انا بفهمك الاسامبشن اللي انا بادي بيها دلوقتي. يبقى سؤال، لو انا عندي هنا قلت لك 1000 الكترون ركزوا عدوا خلال الديبليشن ريجن دول ولا حاجه هتحصل لهم، ال1000 دول هيوصلوا الايدج الجهه الثانيه 1000 برضه، ليه؟ ان انا ههمل ان الريكومباين والجنريشن جوه الديبليشن ريجن. اصل برضه واحد يجي يقول لي طيب انا عندي 1000 وهنا هيحصل شويه جنريشن، ممكن يوصلوا لي 1010 مثلا. اقول لك لا، انت هامل ان لا جنريشن ولا الريكومبينيشن، يبقى ال1000 هيوصلوا 1000 زي ما هي. مش هنسيب، نرجع بقى ونشوف الكلام بتاع الاسامبشن ونشوف تطبيقه كده يبقى واضح ولا لا. يبقى اولا ديبليشن ريجن ابروكسيميشن، انت فارض دايما ان المنطقه دي ما فيهاش موبايل تشارج، لو ليفل انجكشن، ودي هقولها لك بقى ان حته خطيره جدا، اخر حته اللي انا قلتها لك نايزر جنريشن اور ريكومبينيشن كارنت اكزيست، انت خلاص مهامل ان في ريكومبينيشن ولا جنريشن، يبقى اكيد لو انت هامل الظاهرتين دول مش هيبقى في كارنت لنتيجه الريكومبينيشن ولا كارنت نتيجه الجنريشن. هل بند 4 ده واضح دلوقتي؟ مش هنسين. اوكي، طب ايه بقى اللو ليفل انجكشن دي اللي انا حطيتها في النص؟ يعني انا حطيتها لك ما بين 2 و 4 على الحقيقه. بص، احنا حته خطيره بقى جدا جدا جدا. انت دلوقتي هتيجي تقول لي انا هعدي جزء من الالكترونز هنا ووديها الجهه الثانيه. طيب، وهتيجي تقول لي انا هعدي جزء هنا من الهول يوديها الجهه الثانيه. ركز معايا. شيء طبيعي انا لو سحبت الكترونز من الماجوريتي، المفروض عدد الماجوريتي يقل ولا لا؟ المفروض يقل؟ لا، هقول لك لا مش هيقل. ليه؟ هقول لك اصل ده لو ليفل انجكشن. يعني ايه لو ليفل انجكشن؟ افرض انك انت دلوقتي جيت قلت لك يا استاذ الفاضل انت عندك هنا 10 مثلا اس 17 خلاص، والماينوريتي الجهه الثانيه التعبانه بتاعت الالكترونز الجهه الثانيه دي مثلا نفترض 10 اس 5 وانا من 10 اس 17 دول هسحب منهم مثلا 10 نفترض اس 11. انت لو سحبت 10 اس 11 من 10 اس 17 تشعر باي فرق؟ لا،
معنى كده الماجوريتي هو فقد طبعا شويه بس هل محسوس رقم لا يبقى سؤال يبقى هل الماجوريتي اتغيرت؟ اعتبر لا لا. طب لو العشرة أس عشرة دول راحوا وقبلوا وعدوا عند العشرة أس خمسة يغيرون جامد ولا لا؟ يبقى سؤال ركزوا بقى عملية الفورورد انت سحبت كارير بس الكارير هل غير الماجوريتي؟ لا لكن غير مين؟ الماينورتي. طب انت الكيس اللي درستها معايا فاكرين لما درسنا هاي ليفل انجكشن ولو ليفل انجكشن اتفقنا ان اللو ليفل انجكشن التغير في مين فقط؟ لو الماينورتي في الماينورتي والماجوريتي تفضل زي ما هي او التغيير فيها غير محسوس. طيب عشان كده برضو يمكن انتوا بعضكم ما فهمش العباره دي ساعه انا اسف بس عشان اشيل اللي انا شخبطتها دي. تعالوا بقى معايا هنا نرجع تاني. بصوا بقى وانا هنا العبارة دي انا كتبتها لكم بس بعضكم ما كانش علق عليها وما اعرفش بقى لو في وانتم بتذاكروا اخدتوا بالكم منها ولا لا. وانا برسم لكم دي رحت عامل لكم كده low level injection. فاكرين هنا انا اقصد ايه بقى بكلمة low level injection هنا؟ حقيقي انت هتعدي الكترون. بص انت كمية الالكترون عدتها اثرت عند الايج فعلا كان عندك 10 اس 5 زي المثال اللي اخدناه لا هيجي له عند الايج 10 اس 11 هيحس انه عالي جدا عند الايج لكن انت ما غيرتش الماجوريتي هنا. عدم تغيير الماجوريتي وانك انت بتقول ان الماجوريتي مش هتتغير يبقى في الحاله دي ده اللي بنطلق عليه لو ليفل انجكشن. وموضوع اللو ليفل انجكشن ده طبعا احنا اخدناه في بارت رقم 2. نفس الكلام برضو انت عندك هنا بي تايب هتنقل جزء من الهول الجهه الثانيه وانت بتنقل الهول مثلا عندك 10 اس 16 هول نقلت منهم 10 اس 10 برضو مش هتحس ان في تغيير لكن 10 اس 10 دول لو راحوا الجهه الثانيه يغيروا لك النسبه. يبقى ارجو هنا مفهوم كلمه لو ليفل انجكشن. معنى لو ليفل انجكشن معناه انت هتنقل الكترون ولكن الالكترون الاصليه مش هتشعر بالتغير فيها. تنقل هول من البي بس البي الاصليه اللي هي الماجوريتي هتفضل زي ما هي. هل دلوقتي الاسامشن بقى التاني ده بان ولا لسه؟ كده ادي اربعه اسامشن بالكامل مع واضحين جدا جدا جدا. يعني ايه ابرابت جنكشن ديبليشن ليجن لو ليفل انجكشن وانت فهمت بقى هي معناها نو تشينج ان ماجوريتي كارير كونسنتريشن في النيوترال ريجن. انت سحبت من النيوترال ريجن لكن السحبه بتاعتك دي ما تاثرلكش على الكارير. نايزر جنريشن اند نو ريكومبينيشن ريجن. بصوا انا واخد معاكم الحاجات دي بالراحه جدا لسبب ان بعد كده هغير لك دول كلهم وهوري لك الريال كيس وهنسال بقى هيحصل ايه في الكاركترستكس. اخر حاجه هنقولها بقى اللي هي الحته المهمه دي جدا نيجلكت ذا ريزيستنس اور فولتج دروب ان نيوترال ريجن. بعض الناس تقول لي انت تقصد ايه بالبتاع دي؟ هقول لك. بص يا سيدي انت دلوقتي لو عندك كده ادي الجنكشن في النص دي منطقه الديبليشن ريجن. شيء طبيعي انا لو جيت حطيت فورورد بايس او ريفرس بايس ونفترض دلوقتي ان انا حطيت دي مثلا بطاريه هنا 10 فولت. انت وانت هتتكلم هتقول لي ده دلوقتي هنا هيمر كارنت لو اي فورورد هيمر. طيب مش الاي فورورد ده لو مر هنا في منطقه النيوترال ريجن. النيوترال ريجن دي ليها ريزيستنس وبرده النيوترال ريجنز الثانيه دي ليها ريزيستنس. يبقى سؤال الفولت اللي انت هتحطه ده هل كله هيروح على الجنكشن هنا ولا جزء بيروح على النيوترال ريجن يمين والجزء ريجن شمال؟ مش منسين في جزء بيحصل دروب وبعدين هيحصل دروب هنا وهنا صح ولا غلط؟ لا انا اللي بقول لك هنا باي الدروب ده هيبقى قليل جدا بالنسبه للي هيجي على الجنكشن. يعني معنى كده لو انت حطيت 10 فولت ال 10 فولت كلهم تقريبا هيقعوا على مين؟ على الجنكشن. على الجنكشن. يبقى انا ما بتكلمش ان لسه ايوه صحيح هتيجي تقول لي طب يعني هفهمها لك بطريقه بسيطه قوي. بص الديبليشن ريجون دي منطقه اساسا ما فيهاش شحنات كتير يبقى مقاومتها عاليه جدا.
فتخيل لو انت حطيت مقاومة عالية قوي جنب اتنين جنبهم مقاومتهم ضعيفة، الشيء طبيعي ان اي فولتج دروب هتحطه هيقع على مين؟ على المقاومة العالية. لا عاوز تفهمها بالطريقة دي. عشان كده انا بقول لك ايه، نيجلكت ذا ريزيستنس اور فولتج دروب ان نيوترال ريجن، المنطقه بتاعت النيوترال ريجن دول انا هبقى هامل عندهم الفاليو. هتيجي تقول لي بس ممكن في الفورورد بايس الكلام ده ما يكونش مظبوط، ليه؟ ان الفورورد بايس الديبليشن ويتس دي هتصغر قوي فممكن تبقى مقاومتها قليله. اقول لك مظبوط، وحوري لك لو عاوز تاخد تاثير السيريز ريزيستنس شكل الاي في كاركترستكس هيتعمل ازاي. يبقى دلوقتي من فضلكم احنا فرضين عمليه بسيطه جدا، اي فورورد هنا هتحطه او ريفرس رايح على الجنكشن على طول مش جاي على النيوترال ريجن. بعد كده بقى هشرح لك التفاصيل بالكامل. قبل ما هنقل بقى على ان انا هثبت معاك الاي في كاركترستكس ستيب باي ستيب، وانا عاوز منك الورقه اللي انا قلتها لك دي حطها لي معاك. قبل ما اكمل كلكم في حد عندكم الخمسه اسامبشن دول فيهم مشكله دلوقتي؟ باشمهندسين انا عارفش هو انتوا برضو ممكن فعلا عددكم صغير، فيعني ما اعرفش بقى الناس نايمه ولا مركزه في نص. المهم بس الحاجات دي صحتش تاني هعدها لكم، يعني حتى في السكشن هتقابل المسائل والحاجات يا دوبك على التايم يعني. طيب جمع سنه يعني اي يريد كده اللي فهم من فضلكم ارفعوا على الرايزنج جدا، بس عاوز اشعر الناس كلها موجودة هنا ولا لا؟ اوكي ماشي. طيب تعالوا بقى واحده واحده هنعمل الديريفيجن. بص الديريفيجن سيمز ان هو طويل، يعني ما هيبتدي يقول لي انا هبتدي بصفحه هنا 19، ادي الصفحه 20، ادي الصفحه 21 لغايه الصفحه 22، انا وصلت للاي في كاركترستكس في 22 وبعدين 23 بقى نحطها في الفاينل فورم. طبعا انت مش متعود ان برهان يبقى واحد خمسه سلايز او اربعه سلايز على الاقل. وانا حاجه الحاجات دي انا عشان كاتبها لك وكاتب لك ستيتمنت في النص عشان افهمك كل خطوه انت بتعمل ايه هتاخد مننا شويه وقت. انا ما بجيب لكش بقى في الامتحان درايف بروف هتيجي تقول لي خلاص ارمي الاهمال ده، ارمي ده مش انا عاوز افهمه. حضرتك ارمي ده وارمي بقى كل الديفايسز اللي جايه وراها، انك لو ما فهمتش ده مش هتبتدي تتعود ازاي تفهم الديفايس والايكويشن بتاعه الديفايس، ما هي برضو حاجه مبنيه على حاجه انت. وبعدين هتيجي تقولي طب انا البرهان ده كده يعني انا مش هحتاجه خالص؟ اقول لك لا طبعا هتحتاجه، ان في كتير جدا من المسائل بتحتاج بارت معين تستارت منه عشان تحل المساله، فاذا انت هتستخدمه وانا بجيبه لك كفورمولا شيت موجوده، بس المهم بقى عشان تعرف تستخدمه لازم تكون فاهمه صح. فلو سمحتوا بقى واحده واحده هنبتدي مع بعض الديريفيجن وان شاء الله هتلاقوه سهل. اصل كمان الديريفيجن ده بيعمل حاجه مهمه قوي في دماغك. انتوا كلكم عشان تشغل الراديو بتحطوا بطاريه او تحطوا في كهرباء او تلفزيون او غيره، ما هو في النهايه انت بتعمل دي سي بايس عشان تشغل الترانزستور والدايودز اللي جوه. طيب هي البطاريه بتعمل ايه بالظبط؟ ده بقى السؤال اللي انت اما هتفهمه هنا هتفهم كتير جدا 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 من الديفايسز معظمها بيشتغل ازاي. طيب عامه تعالوا نبتدي برهاننا مع بعض. بس في بعض الكونسبتس كده انا عاوز اناقشها معاك قبل ما اخش دي يعني ليك، عشان اي ديفايس في الدنيا هتبرهنه لازم الكونسبت دي تبقى موجوده. بص يا باشمهندس لو سمحت، لو انا جبت لك دلوقتي مثلا ادي بي ان جانكشن كده، ادي الديبليشن ريجن، ادي الان تايب النيوترال، هنا البي تايب. انا عاوز بس اركز على حاجه عشان بعض المفاهيم العامه كده. لو جيت قلت لك دلوقتي هنا وحضرتك هتحط اميتر عشان تقيس الكرنت، طيب دلوقتي الكرنت اللي ماشي عندك هنا دي سيريز كونكشن ولا مش مانس؟ مفروض يبقى الاي ده ثابت ولا لا؟ طيب يبقى سؤال، لو انا واقف هنا
وعاوز احسب الكرنت، وقف هنا وعاوز احسب الكرنت، وقف هنا وعاوز احسب الكرنت، المفروض الكرنت زي ثابت ثابت. طيب الحته دي بقى عندكم بتلخبطكم كتير، تيجي تقول يا الله طب ما انا لو جاي جوه الجنكشن ممكن جدا يبقى عندي دريفت، بس عند الايدج هنا ممكن يبقى ديفيوجن، انا ما بيهمنيش، المهم كرنت دريفت كرنت ديفيوجن عند اي لاين فيرتيكال كده لازم المجموع هيفضل مقدار ايه؟ ثابت. دي بقى نقطه لازم تبقى في دماغك كويس جدا جدا واحنا بنشتغل الدفايس، بغض النظر بقى دريفت ديفيوجن غيره، احنا هنشوف ساعتها الكرنتس بتتغير ازاي. طيب نبتدي بقى مع بعض، انا بس النقطه دي انا عاوزها عشان في النص او قرب الاخر بحتاجها، بلاقي اوقات ناس مش مركزه ان النقطه دي بتقوم. دلوقتي سؤال اكويشن 18 و 19 ركزوا عليهم، هما نفسهم سبعه اللي عندك ولا لا اللي انت كتبتها؟ هي بس انا كل ما فيها ان انا جبت ايه، هنا خليت الماجوريتي وهنا خليت المينوريتي، فطبعا قلبت الاكسبوننشال فبقت اي اس ناقص كيو بلت ان على كي تي، ونفس الكلام ان الان في البي نود اللي هي المينوريتي في البي تايب جبتها بدلاله الماجوريتي. يبقى اكويشن 18 و19 اللي هبتدي بيهم الشغل دول، خلي بالك الاثنين هم سبعه بالظبط بس انا كتبتها بصيغه اخرى. هل 18 و19؟ اصل انا همشي معاكم بقى بالارقام لغايه ما اقول لكم في الاخر تقول كي انتهى البرهان خلص والايكويشنز كلها واضحه. هل 18 و19 فيهم اي مشكله بالنسبه لك؟ بس تلاحظوا حاجه، هنا في بي ان نود وبي بي نود كلهم بالنود، ليه؟ انك انت هنا بتتكلم اندر ثيرمال ايكولي، صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب تعالوا بقى نلعب لعبه صغيره دلوقتي، بقى نفترض ان انا هحط فورورد بايس او ريفرس بايس، المره دي لاحظوا انا ممكن جدا يبقى البيلت ان بتاعي ده اكتبه ان هو بيلت ان ناقص الفي فورورد، ان انا بضعف البيلت ان، او ان انا بقول في بيلت ان زائد في فورورد. ان جنرال في فولتج يا اما هيتجمع يا اما هيطرح، ان انا طبعا لما هجيب الاي في كاركترستكس الكليه الكاركترستكس دي لازم تديني الكرنت سواء انا فورورد او الكرنت سواء انا ريفرس، فانا هبتدي اكتب اكويشن 18 و19 هتخيل ان في فولتج ما اتحط، ممكن الفولتج ده يبقى فورورد ممكن الفولتج ده يبقى ريفرس، فاكويشن 18 و19 دول ممكن يتحولوا الى الشكل الاتي، بس انا دلوقتي هاخد 18 بس. بصوا في 18 بقى ايه اللي قلبته، انا جبت دلوقتي في 18 قلت لك انا هحط بطاريه، سؤال ولو ناخد بقى حد يبقى معايا مثلا يوسف، يوسف يا محرك يا دكتور خليك، هو مصطفى موجود ولا مش موجود؟ ما دخلش. طيب اوكي خليك معايا يوسف، انا بس هي ما تتعب كنت عاوز حد تاني، يعني انا هختار حد تاني ساعتها بيتر بقى قاعد، يعني مش مشكله خليكوا معايا بس ابتدي بيك. بص يا مصطفى دلوقتي انت المعادله الاولانيه دي كانت اندر ثيرمال ايكوليبريم، فطبعا انا هنا حطيت لك ايه ماينس اف، ركز انا قلت لك دي فورورد او ريفرس يا مصطفى يا يوسف؟ لا ليه؟ انه والله لو فورورد هتشيل دي وتكتب بدل في اف، صح ولا غلط؟ مظبوط. لو هي ريفرس هتشيل الفي دي وهتكتب بدلها بلس في ريفرس، يبقى اذا انا هنا الايكويشنز وانا بكتبها هل انا بكتبها الفورورد بايس او ريفرس بايس ولا بكتبها ان جنرال؟ ان جنرال. ان جنرال. بس تلاحظ حاجه بقى، اول ما حطيت الفولتج هنا النود دي اختفت طبعا من المعادله دي والمعادله دي، ليه النود دي اختفت؟ ان انا ما بقتش بتكلم اندر ثيرمال ايكوليبريم. وصلت دي من فضلك؟ في طريقه الكتابه. عظيم. طبعا برضو هنا بقى خلي بالك انا بس بنبهكم هنا بالكتابه ان بي في الان او الان في البي دي نون ايكوليبريم، يعني دي مش حاله الثيرمال ايه ايكوليبريم. طيب تعالى بقى معايا يا سيد مصطفى ناخد الايكويشن 20 دي ونبص عليها شويه هنلعب بيها ازاي. اولا انا بوريك بس رسمه بسيطه جدا،
اللي حصل ايه؟ افهمني. انت دلوقتي هتيجي بي اوف ان، انت هتودي شويه كارير من البي تايب توديها للان تايب. طبعا في الحاله دي انت بتودي هول، صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب والجهه الثانيه هتودي الكترون، فالشكل قدامك هيبقى كده. تعال بقى نبص على الرسمه دي في الاول ونفهم بقى الرسمه دي احنا هنثبت ايه وهنغير ايه. اولا انا عندي هنا الخط الازرق ده، الازرق ده الماجوريتي بتاع الهول ولا لا؟ اه. طيب هل الماجوريتي بتاع الهول ده تبقى ان انا لو ليفل انجكشن هل هيتغير؟ لا، عشان كده كاتب ان بي في البي هي ابروكسيميتلي مين؟ البي بي نود. بي بي نود صح، ان انا فارض من الاول في الاسامشن. فاكر الاسامشن كان بتاعنا الثالث كان لو ليفل، لو ليفل انجكشن. طيب نفس الكلام الان ان نود هي نفسها الان في الان، ان انا ما غيرتش الدوبنج اسف ما غيرتش الماجوريتي اللي موجوده، فهيفضل اللو ليفل انجكشن زي ما هو. طيب تعال بقى نبص عليها. الان بي نود دي فاكر هي كانت الضعيفه خالص في حاله الثيرمال اكوليبريم، والبي ان نود برضو هي كانت المينوريتي في الان تايب ودي قيمتها قليله. دلوقتي انت بعت من هنا كميه بي فزودت لي عند السيرفس بقى فيه دلتا بي، وطبعا بعد كده هيبتدي يحصل ديفيوجن، يبقى هنا يبقى عندي بي ان اوف اكس، يعني الكارير كونسنتريشن عند الايدج عالي جدا نتيجه الانجكشن اللي حصل، وهيبتدي يقل طول ما انا ماشي جوه الان ريجون. طبعا ليه؟ ان هو جوه الان ريجون في الكترونز كتير قوي، فطول ما هو ماشي هيريكومباين، فشيء طبيعي الديفيوجن بتاعي هيبتدي ان هو يضعف. نفس الحاجه الان تايب دي هتعدي الجهه الثانيه فترفع لي الكونسنتريشن على السيرفيس، يبقى زي ما انا هنا هيبقى عندي دي بي، هنا الجهه عندي دي ان، وبرده الان دي هتبتدي انها تقل الجهه الثانيه. هل دلوقتي الانرجي باندجرام وان انا للاسف الكارير كونسنتريشن اللي قدامك وليه سبت البي بي نود هكتبها بانها بي ان نود واضحه، وهنبتدي نشوف هنعمل ايه في الايكويشنز اللي جايه. هل الرسمه دي فيها بالنسبه لك يوسف دلوقتي اي مشكله؟ لا تمام. طب وبيت الولاد كلهم؟ انا بس باخد واحد عشان الحديث معه. في حد عنده مشكله هنا؟ لا تمام يا دكتور. طيب مع ملاحظه برضو تانية تخلي بالكم منها، قبل كده حضرتك كنت بتسمي دي اكس ان نود وكنت بتسمي دي اكس بي نود، طبعا هنا برضو بقت اكس ان واكس بي، ان خلاص انت حطيت بايس فانت بعدت عن السيرمال الكوليبريا. يعني معنى كده ان ممكن الديبليشن ده يبقى صغير يبقى كبير، بس طبعا واضح ان في الحاله دي انا عامل فورورد ولا ريفرس؟ فورورد طبعا، ان الكارير كونسنتريشن زادت عند الايجز، فاهمني؟ فطبعا واضح من هنا ان هي دي فورورد بايس. طيب تعالوا بقى نرجع للايكويشنز 20 اللي احنا كنا كتبناها. كل اللي انا عملته في الايكويشن 20 حاجه بسيطه جدا، بي في البي نود دي اللي هي كانت عندك بي في البي نود دي انا هشيلها واكتب بدلها بدل بي في البي هي بي في البي نود، يعني انا هرجعها تاني الى اصلها كده. يبقى ايكويشن 20 هشيل بي في البي هتبقى بي بي نود، يبقى انا عندي مازال بي في الان هي بي ان نود اي اس ناقص كيو في بي اي ناقص في على كي تي. هل ايكويشن 20 دلوقتي فيها اي مشكله لحد؟ لا تمام يا دكتور. عشان من هنا بقى هبتدي العب شويه. بصوا بقى هبتدي استغل ايكويشن 18 وايكويشن 20 مع بعض. ايه 18؟ افتكروا كده، دي 18 حلو، ودي ادي 21 اهي. هبتدي ان انا استخدمهم الاثنين مع بعض لغايه ما هوصل ان انا عاوز اجيب الدلتا بي. واحد هيقول لي ايه بقى اللي حصل هنا؟ واحدة واحدة أنا معاك. بص يا باشمهندس ركزوا بس معايا كده، هي الدلتا بي، ركزوا بس معايا، الدلتا بي مش هي الزيادة دي؟ باشمهندس اه. طيب الزيادة دي عبارة عن بي ان ناقص مين؟ بي ان بي ان كويس. بي ان دي أنت جايبها بإيكويشن رقم 21، أدي رقم 21، هل هي أي مشكلة هنا؟ لا تمام تمام.
البي ان نود هي الايكويشن رقم كام؟ 18. فاذا كده كاني انا طرحت التو ايكويشنز دول من بعض، صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب بس تلاحظوا حاجه، بصوا هنا في دي، في بي نود اي او سي كيو في بي اي ناقص في، وبرده هنا في بي اي. انا هاخد البي بي نود والاي ناقص كي في بي اي عامل كومن فاكتور بره، يبقى اذا انا ما عملتش اي حاجه الا ان انا اخدت البارت ده كما لو كان كومن فاكتور من الاثنين، فطلع اهو مضروب، هنا هيتضرب في 1 وهنا هيتضرب في اي اس كي في على كي تي. لو سمحت بالورقه والقلم بتاعتك بص على الجزء ده. ها تمام، نكمل. شونسي ايه تمام يا دكتور، مفيش مشكله، مفيش حاجه بتعرف. عظيم عظيم، انا عارف، انا عارف انه مفيش مشكله. طيب ايه رايكم بقى، انا هكتب دي، مش دي بي بي نوت في ده، شايفين الحته دي ايه؟ دي كويشن 18 ولا بصوا كده، هي 18. يبقى اقدر اشيل الجزء ده واكتب بداله مين؟ بي فين؟ بي ان. بس ادي ده اللي عملته بالظبط، يبقى انا وصلت كده ان دي بي ان نود، ودي هي ايكويشن 22. يبقى غايه ايكويشن 22 هل انا غيرت حاجه؟ لا، انا كل اللي قدرت احسبه بس هي الدلتا بي. ايه هي الدلتا بي؟ اللي هي الزياده عند السيرفس بتاعه الان تايب نتيجه الانجكشن اللي حصل من الهول بتاعه البي للان. ولاد في اي مشكله غير الكويشن 22؟ لا تمام، مفيش مشكله دكتور. طب انا بقول لكم هي بتمشي، هي الناس بس بتتوه بيها، فانا همشي معاكم ستيب باي ستيب، عشان كده انا قلت لك هات الورقه والقلم اللي معاك. طيب دلوقتي بقى انا سؤال بسيط، لو طلبت من اي واحد فيكم عشان تفهم الخطوات اللي جايه دي منطقيه جدا، انا لو طلبت واحد منكم ان يحسب لي الكرنت اللي هيمشي هنا، بصوا في الحته دي، الكرنت اللي هيمشي هنا باي ديفيوجن ولا دفعني حته يا دكتور؟ نعم دفعني حته بس عشان ما انا شاورت عليك، ما هو دلوقتي اللي هي في جوه ال ان تايب، الكرنت اللي في الحته دي شايفه؟ مش دي بي ان اكس؟ لو انا جبت بي ان اكس يبقى اقدر احسب الديفيوجن كرنت ولا على طول؟ ما هو ليه؟ ان هو الديفيوجن كرنت عباره عن جريدينت، صح ولا غلط؟ بالظبط. طيب انت دلوقتي تعرف الدلتا دي، تعرف الزياده عند الايدج، صح ولا غلط؟ طيب يبقى انت عاوز توصل ليه؟ عاوز توصل الى معدل البي ان اوف اكس، اللي هي معناها وانا ماشي جوه الان تايب الكميه اللي عدت دي ما هتموت او هيحصل لها ريكومبينيشن، انا عاوز احسب البي ان اوف اكس. لو وصلت البي ان اوف اكس انت تقدر تحسب الديفيوجن كارنت ولا؟ طيب انت عشان تحسب حاجه زي كده بتستخدم الكونتينيوتي ايكويشن. طيب تعالى نطبق بقى الكونتينيوتي ايكويشن، ادي الشكل بتاعها، مش ده الكونتينيوتي ايكويشن يا عزيزي؟ صحيح. الكونتينيوتي ايكويشن دي انا عاوز اطبقها، هي دي بتقول لي ايه؟ دي بي ان على دي تي اللي هو الفاريشن بيساوي السطر الطويل اللي موجود قدامنا ده. طيب تعالى واحده واحده، جوه الان تايب هنا دلوقتي، تخيل لو انت حاطط بطاريه وعامل فورورد بايس على طول، معنى فورورد بايس على طول ان الكارير عماله تيجي من الان تروح للبي للان تروح للبي، يبقى سؤال هل عندك الفاريشن ده اللي هو دي بي ان باي دي تي، ولا دي بي ان باي دي تي دي بزيرو كانك عندك حاله ستيدي ستيت؟ بصفر. بصفر، كويس. جوه النيوترال ريجون في لايت؟ لا. يبقى جي ال بكام؟ بصفر. بصفر، كويس جدا. هل منطقه النيوترال ريجون انت عندك الالكتريك فيلد موجود في انهي منطقه يا يوسف؟ النيوترال ولا الدبليشن ريجون؟ معلش يا دكتور حضرتك قلت ايه يعني؟ الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد عندي، يعني بص تعالى هنا في الحته دي، الالكتريك فيلد موجود فين يا يوسف؟ بص هنا في السمري
سمري فين قال أبي كويس. الالكتريك فيلد اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده جوه الديبليشن ريجن ولا لا؟ اه مظبوط. طيب في المنطقه النيوترال يمين وشمال كان الالكتريك فيلد بكام؟ زيرو صح ولا؟ طيب تعالى بقى هنا انت دلوقتي بقى عاوز تحل لي الكونتينيوتي ايكويشن اللي موجوده عندك اهي. دي الكونتينيوتي ايكويشن اللي حضرتك عاوز تحلها. سؤال، انت دلوقتي عاوز تحلها في المنطقه دي صح ولا غلط؟ صح. المنطقه دي نيوترال ريجن بتاع الان تايب مظبوط. هل دي فيها الكتريك فيلد؟ لا. لا، حلو جدا. يبقى لو جبنا بقى الايكويشن الخطيره دي كبيره قوي دي اللي بتخض الناس، هنلاقي الترم الاولاني ده بزيرو صح ولا لا؟ مظبوط. والترم الثاني ده زيرو، واللي وراه زيرو برضه، والجي ال الجي ال بزيرو. دي يبقى احنا وصلنا الى ايه؟ المعدل دي بي دي بي ان سكوير باي دي اكس 2 ناقص البي ان ناقص البي ان ناقص البي ان نون على التاو. صح. دي احنا ما حلناهاش قبل كده، افتكروا كويس كده، حلناها ودي بقى على طول ادي الايكويشن. ولو تفتكروا احنا اخذنا الثابت ده اللي كان موجود وسميناه ديفيوجن ايه؟ ديفيوجن لينس. حلو جدا خالص. يبقى احنا هنحل المنطقه ده هي، ركزوا بقى وهوريكم احنا حليناها فين، وهوريكم الحلول بتاعتها، بس هوريكم فرق الايكويشنز ايه. بس ركز معايا. طيب يبقى دلوقتي احنا عاوزين نحل الايكويشن رقم كام؟ 3 وايه؟ 23. ان انا لو حليت الديفرنشال ايكويشن بتاع 3 و هجيب بي ان اوف اكس، هجيب المعادله اللي انا عامل لك عليها الدايره اللي موجوده. ماشي يا اولاد؟ تمام. طيب حلو قوي. تعالوا بقى نرجع بس بقى لبارت 2 نشوف حل الايكويشن دي كان ايه، وهنشوف حلها هنا هيبقى شكله ايه. واحده واحده بس. طيب تعالوا بقى معايا نهمل دي دلوقتي. اوكي بس هنا عاوزين نجيب بارت 2 بتاع السيمي كوندكتور. واحده واحده. عشان كده انا قلت لكم اللي هيذاكر بارت 2 مفيش. اول حاجه بس سموها عشان بس يعني الناس تبقى بتراجع معايا، افتكروا كويس ده كان الثيرمال اكوليبريم اللو ليفل انجكشن، الماجورتي ذا سيم والماينورتي هي اللي بتتغير. بعد كده ابتدينا نكمل الكونتينيوتي ايكويشن، وادي الكيس دي فاكرينها بقى. بصوا كده اهي نفس الايكويشن قدامكم دي، انت بدل اللايت اللي كان موجود ده انت جايلك الكارير اوريدي من الايه، من الماجوريتي الجهه الثانيه. المعادله دي ركزوا كان حلها ايه. بصوا كويس ادي الحل. بي اوف ان اكس كان مين؟ بي ان نود. بي ان نود اوف زيرو ناقص بي ان نود. طبعا هو الجزء ده هو الدلتا بي ولا لا؟ هو بس خلي بالكوا بقى من حاجه بس مهمه قوي. بصوا انتوا هنا كان الزيرو بتاعك، ركز الزيرو بتاعك كان هو عند الماكسيمم اللي هي اول الديفيوجن صح ولا غلط؟ صح. طيب لكن الايكويشنز اللي احنا هنحلها دلوقتي بقى فيها شيفت. تعالوا بس نشوف الشيفت ده الاول وبعدين تبتدي تعرفوا الفرق ايه. بس هي بصوا هل هنا بقى في الشكل اللي موجود قدامكم ده انت بتحل من عند الزيرو ولا من عند الاكس ان؟ من عند الاكس ان. من الاكس ان يعني كده بس مشفت المحاور من الزيرو الى الاكس ان. الاكس ان عشان كده حضرتك بقى المعادله دي اما هتيجي تحلها على الباوندري كونديشن ده هتطلع بالشكل الاتي. بص كده ادي بي اوف اكس هنا بي ان نود زي ما هي الدلتا بي ان نود، بس بصوا على الاكسبوننشال. زمان كان عندك اكس على ال بي، هنا في اكس ماينس مين؟ اكس ان. اكس ان على ال ال بي. هل الايكويشن 24 دي واضحه تماما؟ تمام يا دكتور. واضحه يا دكتور. في عندكم اي مشكله ليكم كلكم؟ ولاد لو سمحتوا يعني انتوا عددكم صغير و... ف
فيعني نخلصها نخلصها صح عشان النهارده تبقوا قفلتوا الدنيا. بيتر، بيتر ايوه دو. انت لسه من العيد نايم يا بيتر صح؟ لا موجود اهو. موجود. ماشي فاهمها؟ فاهمها يا ابني كويس؟ ما دكتور فاهم. طيب سهل ماشي كويس. انا زهقان ده، في ناس تبقى الجزء ده معاه تعليم جدا يعني اكيد انا عارف الحاجه السهله. طيب دلوقتي انا كل اللي هعمله ان انا ايكويشن 23 اللي هي دي، طبعا انتوا عرفتوا ان الحل بتاعها هو 24. احنا هنا انا بس كل اللي عملته ايه عشان بس تبقوا واضحين، شايفين انتوا هنا الجزء بتاع الدلتا بي ده، بي دلتا بي ده هو مين؟ كان بي ان ناقص بي ان نون صح ولا لا؟ طيب حل الديفرنشال ايكويشن اهو، كان هنا في بي ان ناقص بي ان نون، بي ان ناقص مين؟ بي ان نون. انا هشيل بي ان ناقص بي ان نون دي هي، وهحط بدلها بي ان نون في الكي في على كي تي ماينس 1، يبقى هيبقى الايكويشنز بتاعتك بهذا الشكل. ايكويشن 25 الشكل اللي موجود قدامك ده دلوقتي، هل فيها اي مشكله؟ لا يا دكتور. بس انا بقى صلحه دي غلطه، انت هتاخده ايكويشن 22 مع 24. بص ايكويشن 22 مع ايه؟ 22 مع 24. فدي لو سمحت صلحه، انا هصلح بس بعد ما اخلص ان فيها غلطه. بعد سبحان الله انا درست كتير قوي بس ما خدتش بالي. يبقى هنا في البيج دي صفحه كام في الاصلاص؟ ماشي بس عشان اخد انا الكومنت ده. بيج 20 بيج 21 اوكي بس عشان اصحح هنا هتبقى عندك هنا 23 اوكي خلاص احنا ريحنا الدنيا ووصلنا الى الاكسبريشنز اللي احنا عاوزين. بصوا بقى كويس جدا حضراتكم، الايكويشن 25 فيها اي مشكله؟ لا تمام تمام. على فكره احنا خلصنا البرهان كله. اه والله ان اللي جاي عبيط جدا، بس يعني هقول لك على حاجه كده انت بتنزعج منها لكن هتفهمها كويس، عشان كده انا يمكن هعمل لكم بريك بس بعد ما اخلص. طيب اللي احنا جبناها دي بالنسبه للبي جوه الان تايب صح ولا لا؟ مظبوط. طب لو انا طلبت منك الان جوه البي تايب ايه اللي هتشقلبه هنا؟ طبعا بدل كل بي هتبقى ان او بي، وطبعا هنا بدل ان اكس ان هتبقى اكس ايه؟ اكس بي. بي. وبدل هنا برضو الديفيوجن، انت هنا كنت بتجيب الديفيوجن كونستانت للهول، هناك هيبقى الديفيوجن كونستانت بتاع الالكترون، يبقى سيميلاري هتبقى نفس الايكويشنز بالظبط اللي موجوده عندك. بس انا معلش انا حسبت الكرنت، لكن يعني دكتور هو صوت حضرتك قطع؟ صوت قطع خالص. صوت؟ اي دكتور صوت حضرتك قطع خالص. جه دلوقتي. ثانية واحدة بجد، دقيقة واحدة. ألو؟ الحمد لله دكتور ازي الحمد لله حبيبي الحمد لله.
باشمهندسين باشمهندسين ايوه اصل انا شغال على هوت سبوت للاسف اي حد بيتصل بيعمل المشكله دي معلش ناس معلش انا اضطريت بس ان انا ارد على التليفون لان هو حاجه يعني مهمه ناس. اوكي طيب بصوا بقى انت عرفت دلوقتي هنا البي بي ان اوف اكس عرفت التغير ده ماشي ازاي طيب ما هو انت التعريف الديفيوجن كارنت افهم لو عاوز تعرف الديفيوجن كارنت انت عارف في الديفيوجن كارنت ناقص كيو دي بي دي بي ان باي دي اكس دي بي ان باي دي اكس كويس طب انت جبت هنا البي 1 يبقى هتفضل يبقى لو فضلت المعادله 25 هتوصل للمعادله 26 يبقى معادله 26 دي بتدينك الديفيوجن كارنت الماشي في النيوترال ريجن هل في حد عنده اي مشكله هنا تمام مفيش مشكله مش منسين تمام يا دكتور تمام يا دكتور طيب نفس الحكايه دي بقى لو انا جيت قلت لك عند اكس اوف ان ركزوا لو قلت لك الكارنت عند اكس اوف ان من المعادله دي عاوز تحسب الكرنت عند x of n يبقى هتحط x كانها x of a x of n of n لو عملت الكلام ده هتوصل ان الكرنت عند الايدج ده عند الايدج هنا بالظبط بدايه الكرنت هنا اللي هو اعلى كرنت ولا لا مظبوط يا دكتور اعلى كرنت عندك يبقى بالايكويشن رقم 27 نفس الكلام بقى سيميلاري انك انت لو قلت لك لو قلت لك انا عاوز اعلى كرم هيمر في البي ريجون هيبقى هو اكس ان او بي هنا اهو عند اكس بي عند الرينج بتاع الاكس بي طبعا بالماينس بس انا بتكلم هنا ان الفاليو هتبقى نفس ايكويشن 27 بس كلها بدل ال بي تبقى ال ان بدل بي ان نوت هتبقى ان بي نوت دلوقتي سؤال بقى ايكويشن 27 دول ايكويشن 28 دول فيهم اي مشاكل يا باشمهندس تمام يا دكتور تمام يا دكتور كلكم نعم احنا مش قلنا ان الكرنت ثابت ازاي يعني بقى اعلى هنا بقى تعالي تعالي ده انا همسكك انا قلت التوتال كرنت ثابت ولا الكرنت بتاع الديفيوجن ثابت ايوه صح قلت التوتال اه هل انت كده جبت كومبوننت التوتال لا لا اخر اول تخريف ما كلكم بتعملوا كده في الديفايس تبصوا على نوع وسيبوا بقيه الانواع هو بيعالج يا باشمهندس مش هنا انا عندي هول بتقل ايوه خليكي معايا بس هو انا عندي الهول اللي بتقل دي انا هقولها قلت تقلي ولا لازم تقابل الكترون لازم تقابل الالكترون كويس يبقى انا هنا برضو في الكترون لازم هيختفي مع الهول ولا لا ايوه بالظبط يبقى انا هيبقى عندي كارنت تاني بتاع مين اللي هو الالكترون انت ما حسبتوش لسه انا كل اللي حسبته ان هو الهول في الان تايب وحسبت لك برضو الديفيوجن كارنت في البي تايب دول اللي انا كاتبهم لك وهل انا حسبتهم لك كلهم ولا عند الماكسيمم فاليو الماكسيمم اه يعني معناه في بقيه الاماكن مختلفه ولا لا اه بالظبط يعني كل ما اكس دي تغيريها هيختلف واحد منهم ولا لا اه اكيد كويس لكن عند اي لاين فيرتيكال لازم التوتال يبقى ايه اه التوتال يبقى كونستنت اه ازاي دي بقى هتحل المشكله دي بقى ازاي بقى هتتخيلي شكل الكرنت شغال ازاي ده بقى هو السؤال فعلا اللي حضرتك هنا هتبتدي تساليه يعني دلوقتي اهو اللي انا عملته معاك ايه اللي انا جبته لك ايكويشن 27 و28 ده ادالك الكرنت هنا اللي هي ايكويشن 26 دي التوتال كرنت ازاي بيتغير ايكويشن 27 اديتك الماكسيمم كرنت عند الايدج صح ولا لا باشمهندسة اللي كانت بتتكلم ايكويشن 26 بتدي لك الكرنت في المنطقه دي عند اي نقطه هنا تجيب لك الكرنت صح ولا غلط اه بالظبط ايكويشن 27 بتجيب الكرنت فين
في لينت في البي تايب. سبعة وعشرين. هل البي تايب كلها؟ مش مهندسة لو سمحت ندى اللي معايا ودي ولا مين؟ لا إيمان. عند اللي عند ركزي أرجوكي يا إيمان إن والله العظيم كده ولو هنقعد للسنة الجاية مش هنفهم إيه الفرق بين الكوشن 26 و 27 يعني؟ إيمان لو سمحت ما حضرتك والله ما حضرتك إيه الفرق بين 26 و 27 يعني؟ يا من اقري الكوشن بتركيز يا إيمان لو سمحت. أيوة ما بصي دي جي أو بي جي أو بي هنا في 26 هي اللي حطيت لك الماوس الاكس جي اوف اكس ولا جي فين جي اوف ايه الديفيوجن بتاع الهول فين هل انا محدد نقطه معينه لا ما انا ما انا فاهم فاهمها ان دي الجنرال وبعد كده رجعنا جبنا الماكسيمم الماكسيمم ده ثانيه عند الاكس ان عند البدايه صح ايوه تمام ايوه فاهمها والله اي لو طب ايه رايك بقى التوتال كارنت اجماعي 27 على 28 طبعا دي صدمه بقى طبعا هتقولي ايه ده 27 في حته و28 فين في حته ثانيه اه هو ده التوتال كارنت ايه رايك بقى طبعا صدمه اولا التوتال كارنت في الديود اجمعي 27 على 28 طبعا انتوا بقى تشوفوا البتاعة دي يركبكوا 60 عفريت عندكم عقل ليه تقول لي ازاي يعني اولا 27 دي في حتة و28 دي فين في حتة تانية صح ولا غلط طيب ازاي بتوتال كارنت اجمعهم خليها بقى لا طبعا انتوا لا انت هتحليها ولا حد من اللي موجودين على فكره هتيجي في دماغه كده انا لازم بقى هشرح لكم عشان كده بقى بصوا انا هعمل معاكم بس حاجه فوق مينز بس كلكم غير 27 و28 26 7 28 عرفتوا هم فين لكن مش ممكن هتيجي في دماغك ان انا اجمع 27 و28 دول يبقى هو التوتال كارن انا شوف انا متاكد عشان كده بقى احنا هنقعد نشرح الصفحه دي تقريبا في الساعه اللي باقيه لنا او النص ساعه اللي باقيه احنا كلنا هنخلص هنا هم تو سلايدز وبعد كده انا هسيبكم هم دول بالظبط انا مش هاخد اكتر من كده وبكره بقى هكمل معاكم بس بقى انا عاوز هنا لو سمحتوا جاست بريك 5 مينتس بالظبط مش اكتر من كده عاوزكم لغايه 27 28 ابتدوا انتوا معاكم السلايدز طلعوها لغايه 27 28 اللي منكم وصل 27 28 انا متاكد قبل ما اسيبكم النهارده هتكملوا وهتفهموا كويس جدا ازاي دول يبقى التوتال كارنت ماشي وانت بقى يا ايمان المره اللي جايه اللي هي من بعد البريك انت اللي هتبقى معايا على طول عشان اوريها لك بقى انت اللي هتجي انت اللي سالتي وانت اللي من حقك بقى ان انا هتشيك معاكي طبعا وبعدين مع بيت زمان ما تتخضيش والله تمام انت هتسيبي الجروب ولا ايه؟ لا هو تهرب ليك معايا طيب خدوا بقى فريك 5 مينتس كده بس من فضلك امشي البرهان بقى من الاول كله من ساعه ما انا بديك من هنا من 18 كده يعني الخمس دقايق دول بس انا هسيبكم خمس دقايق بالظبط اعملوا كده ابتدوا من 18 19 لغايه ما تكملوا لغايه ما وصلتوا ل 27 28 لو انا بقى من 27 28 هقفل معاكم الجزء ده يعني الواحد ساتسفايد تماما ساعتها وانتوا على فكره بقى لو فهمتوا والله اللعبه اللي انا عملتها في 27 28 وكل دول اي ديفايس بعد كده هتبتدي تفكر فيه بنفس الكونسيبت هنمشي مع بعض واحده واحده ونشوف ايه اللي بيحصل بالدفس
طيب عبال بس ما يعني البريك ده يخلص بس عاوز اسال هل حد منكم عنده اسئله غير 27 او 28 ولا؟ تمام قول. لا بقول لحضرتك تمام يا دكتور. تمام اوكي بس بقى ركزوا بقى كويس السلايدز اللي جايه دي كل الديفايس فيها والله بجد افهمكوا بقى كويس جدا 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 ونبتدي نشوف. بشمهندسين يا محرجه اللي موجودين بس ارفع لي ايدك بس اتاكد ان انا كله قبل ما ابتدي عشان هي بدايتها هي اللي هيبقى فيها شويه كلام. فادي وعبد الله هنا سيستم مبيتش. ايوه عبد الله بقى انت كده معظمكم يعني خمس واحد بس اللي مجيش. عبد الله محمد
اوكي بصوا بقى، انا معرفش يا جوز عنده حاجه في الموبايل او حاجه، بس انا كنت عاوز كلكم بس كده بقى. خلاص نزل ايدك بقى عشان ايمان. ايمان مع حضرتك. اوكي خلاص تجيت يا عبد الله. اوكي ايمان لو سمحت خليك معانا واحده واحده بقى يا ايمان. احنا هنناقش الموضوع ده بالراحه قوي دلوقتي. بصي سؤال، احنا متفقين ان جوه الديبليشن ريجون دي في اي جينيريشن او ريكومبينيشن؟ لا. كويس، يبقى سؤال، الكرنت اللي وصل عند الايدج ده جوه الديبليشن ريجون لازم يبقى ماشي بنفس الفاليو ولا لا؟ ما هو ليه؟ هو دلوقتي افرضي مثلا الديفيوجن كرنت كان هنا كان نص امبير مثلا. طيب ما هو هو نص امبير اعلى حاجه، لكن سؤال النص امبير دي جوه الديبليشن ريجون انا فارض ان لا في جينيريشن ولا ريكومبينيشن ولا ان الكارير دي هتختفي ولا في كارير جديده هتظهر، يبقى معنى كده ان الكرنت بتاع البي عند الايدج لازم زيه عند جوه الديبليشن ريجون، وبرده الكرنت بتاع الان عند الايدج زيه كونستنت جوه الديبليشن ايه ريجون. ها الاسامبشن بتاعنا خلينا نقول ده ولا لا؟ بالظبط. طيب يبقى سؤال، اقدر اعمل كده ولا لا؟ بصي بقى، انا فرض هنا اقدر اكتب، يعني شايفه انا عملت ايه دلوقتي الخطوه؟ انا قلت ان الكرنت عند الايدج لازم هيبقى هو نفس الكرنت جوه الديبليشن ريجن، الكرنت بتاع جي اوف ان اوف اكس بي ده نفس الكرنت الجهه الثانيه. ها مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ تمام. هل الجزء ده فيه اي حاجه مش مقنعه ليكي؟ لا تمام فهمت. طيب اسالك بقى سؤال بسيط جدا. طيب هو انا سؤال، هو الكرنت ده انا ما اقول له يركومباين، ركزي كده، هو لازم هيركومباين مين؟ مع الكترون. طيب سؤال، الكرنت ده بعد ما يركومباين وصل لهنا لكام؟ زيرو. لزيرو مش اختفى خلاص؟ طيب ايه رايك؟ نعم تمام بقول تمام. طيب خليكي فاتحه الموبايل ما تقفليش. اوكي انا بقى سؤال، احنا متفقين ان التوتال كرنت يبقى مقدار ثابت ولا لا؟ بالظبط. طب هو التوتال كرنت هو مجموع الكرنت بتاع البيوتا ومجموع الكرنت بتاع الان؟ طيب انا لازم متفقين كلنا ان لازم التوتال ده يبقى كرنت. طب اسالك سؤال، هل ده معناه الشكل ده ولا لا؟ بصي بقى معايا هنا، افهموا كويس جدا اللي انا هوريه لك ده. هي البطاريه بتعمل ايه؟ هو انت دلوقتي لو فضل في ديفيوجن للبي وديفيوجن للان، طيب طب ما هو انا بعد شويه ديفيوجن 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 ده الالكترونات كلها بتاعه الماتيريال تخلص، صح ولا لا يا ايمان؟ طيب يبقى البطاريه وظيفتها ايه؟ ان بتعوض لي الفقد اللي بيحصل، صح ولا غلط؟ تمام. طب تعالي بقى نفهم الرسمه، ايه الرسمه العجيبه اللي موجوده قدامنا دي؟ بس انا هاخد واحده واحده. ادي دي الرسمه توتال، بس انا هفهمها لك حته حته. دلوقتي السؤال، انا هيخش لي من هنا الكترونز كتيره جدا، جزء منها هيفقد نتيجه انه قابل مين؟ ايمان الهولز بتركون. يبقى لازم الكرنت بتاع الالكترون هيقل ولا لا؟ طيب بعد كده اول ما يوصل هنا هيعدي الحته دي ثابت ولا لا؟ بص كده. طيب وبعدين اما يروح جوه البي هيقابل جحافل من الهولز هيبتدي يحصل له ايه؟ يقل خالص. يقل خالص. طب هو دلوقتي اما هو يقل خالص هنا يعني معنى كده يقل خالص دي، طيب ما هو يقل خالص دي مش قابل هول كتير؟ طيب يبقى لازم الكرنت بتاع الهول يبقى عامل كده ولا لا؟ واحده واحده نفهمها بس اهي. الكرنت بتاع الهول ده جاي من البطاريه، خلاص ركزي بس معايا، هو هنا بيقل كده بيموت الكرنت بتاع مين؟ ها
الكترون. ها يا إمام حضرتك مش سامعني؟ انا بقول الالكترونز. ايوه طيب بس احنا ايه، خليكي معايا يا إمام. دلوقتي انت عامله كده، مش ده الديود اهو، انت موصله البطاريه بتاعت بالظبط الرسمه اللي عندنا دي. احنا عندنا هنا ده البي، ده الان، وانا موصل البطاريه بتاعتي بالشكل ده. ماشي يا ايمان؟ ايمان كده الكرنت ماشي كده ولا لا؟ هو في ديلي بس، فهي بتترسم لسه. انا هفضل معاكم واحده واحده لغايه ما توصلوا. ها وصلت الرسمه كده ولا لسه؟ اه تمام هيمشي. ايوه كده صح، ما هو بيمشي بوزيتيف للنيجاتيف. ده اسمه اي جي توتال، ده الكرنت الكل. كويس يا ايمن؟ تمام. بصي بقى، الكرنت عباره عن ان البطاريه دي بتدفعلك من هنا بوزيتيف تشارج جوه البي، ده اللي هو الكرنت ده، شايفاه؟ اه طيب الكرنت ده وهو ماشي هيقابل الكترونز جاي عكسه ولا لا؟ اه اما هول ماشي هيلاقي الكترون هيعمل لها ايه؟ هيموتها صح ولا لا؟ صح. طيب قيمته هتقل ولا هتزيد؟ ردي بتاع الالكترونز ولا بتاع الهول؟ الكرنت على الهول. ها كان عندي 1000 الكترون، لقوا قدامهم 200 الكترون، 1000 هول داخل اهو، 1000 هول، 1000 هول لقوا قدامهم كده جاي 200 الكترون عاوز يموتهم، يبقى ال 1000 دول هيبقوا كام؟ هيقلوا. يبقوا كام؟ احنا قلنا 200 يبقى لا هيبقوا كام في الاخر المشوار؟ يبقوا كام؟ 800. كام؟ 800 اهو، بدينا 1000. قال 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 هو ماشي كويس تمام اهو، مفهوم الحته دي دلوقتي؟ اه. طيب بعد كده ال 800 دول وصلوا هنا، طبعا الكونسنتريشن هنا بتاع البي ضعيف، يبقى ال 800 دول هيعدوا الجهه الثانيه ولا لا؟ ايوه بالظبط. وبعد اما يعدوا الجهه الثانيه هيقابلهم الكترونز، هتبتدي الديكي ولا لا؟ اه تاني. طيب وصلت دي؟ ها الكيرف بتاع الازرق ده اتفهم؟ اه تمام. طيب البطاريه بقى بتعمل ايه؟ ما هي بتساعدني النيجاتيف ده انها تدفع الكترونز الجهه دي. طيب يبقى الالكترونز هنا تبتدي عاليه جدا ولا لا؟ اه زي الثانية. هتموت مين؟ هتموت الهول صح ولا غلط؟ اه بالظبط، هبتدي قلتين. وبعدين الباقي هيعدي ولا لا؟ هيعدي ويرجع يقل تاني، يقل مرة تانية. لو اخدت بقى اي خط فيرتيكال كده لازم مجموعة تو كرنت تطلعوا ايه؟ زيرو. اه بصي كده مجموعة التوكران ميكس صح ولا لا؟ بصي أيوة. هنا التوتال الكترون ولا لا؟ اه بالظبط. والهول بكام؟ ايه؟ والهول بكام؟ هنا بزيرو. طيب تعالي هنا، الحتة دي كلها من هنا لهنا دي كلها الكترون ولا لا؟ اه. طيب وشايفه الحته دي اللي هي الهول، لو جمعتي دي يا بصي بقى معايا عشان الرسمة بس تبقى واضحة.
تعالي هنا. لو انا جيت عند اكس ان، شايف عند اكس ان دي؟ تمام. طيب ده الالكترون كارنت ولا الهول كارنت؟ ده الهول كارنت صح؟ ده الهول. اه طب الالكترون كارنت فين؟ مش هو ده من فوقي؟ طب لو جمعت الاثنين دول لازم يديني التوتال ولا لا؟ اه طيب سؤال، الالكترون كارنت هنا هو نفسه اللي هنا ولا لا؟ اه عرفت بقى انا عملت ايه؟ لما جيت عند الاكس ان جمعت مين ومين؟ ها؟ جمعت الايكويشن. الايكويشن افتكر كويس انا عملت ايه؟ انا جمعت الايكويشن دي صح؟ ابقى قلت لك كده رحت انت مخضوضه. قلت لك احنا هنجمع ايكويشن 27 مع ايكويشن كام؟ 28 صح ولا لا؟ 27 هي قيمة الكارنت هنا صح ولا غلط؟ اه الماكسيمم هو الديفيوجن. ايوه هنا صح ولا غلط؟ طيب أوه. انت عاوزة تجمعي عليه اللي هنا، انت كان عندك خط افقي كده صح ولا غلط؟ عاوزة تجمعي عليه اللي هنا ده. طيب ما هو اللي هنا ده مش هو للجهة التانية؟ اه بالظبط. اللي هو كويشن كام؟ 28. 28 وصلت بقى هنا ولا لسه؟ تمام وصلت. باشمهندسين يعني اللي فين بقى البطاريه بتعمل ايه؟ بصوا بقى هي البطاريه بتعمل ايه بالظبط؟ البطاريه بتدفع لك كرنت، الكرنت اللي عندك ده انها بتزق الكترونز من جهه وبتزق الهولز من الجهه الثانيه، دي اللي بتعمله البطاريه. الالكترونز اللي بتدفعها دي جزء يموت الهول اللي داخل ويعدي الجهه الثانيه، ونفس اللي بيحصل في الالكترون، بحيث ان التوتال كارنت بتاعك يبقى مقدار ثابت. انا بقى هنا اقدر اخد الجمع عند اي نقطه راسيه، اي نقطه اي خط راسي كده هيديني نفس الكارنت. بس الفكره بقى انا من المعادلات بتاعتي عرفت الكارنت عند البوينت دي وعرفت الكارنت عند البوينت دي. التو بوينت دي ادي البوينت الاولانيه اللي عرفت عليها الكارنت والنقطه الثانيه اللي عرفت عليها الكارنت. التو بوينتس دول هما نفسهم، دي هي دي، يبقى عند خط رأسي واحد اجمع جي اكس اوف ان مع جي اكس اوف ناقص بي، ده يديني التوتال كرنت. اللي لو سمحتوا اللي منكم بقى فهمها كومبليتلي ارفع لي، اللي ما فهمهاش انا هعدها واحد واحد زي ما عاوز. اوكي الحمد لله. صعبه ولا سهله؟ اسالكم بامانه سهله يا دكتور، سهله دلوقتي عشان فهمتها صح؟ لكن الاول هل كانت جات في دماغك كده؟ لا بصراحه انا عارف، انا دي من الحتت اللي بتحتاج التيتشر بقى هنا الحقيقه، اللي لازم يتدخل معاك انه يفهمها لك. يبقى تعالوا بقى نقرا بقى واحده واحده اللي انا كاتبه لك هنا. انا السلايد دي انا هقراها معاك وهسيبها لك، وبكره بعون الله اول قاعده لينا هتبقى اللي عندكم اي اسئله لازم ياخد باله. شوف بقى انا بقول لك هنا، انا هقرا معاك الاستاذ دي وبعدين هسيبها. بقول لك the depletion region was assumed to no generation under combination، عشان انت فارض انك ما فيش generation or recombination، therefore ده نقطه مهمه جدا ان الكرنت لابد يبقى مقدار ايه؟ ثابت جوه الدبليشن ريجن صح ولا غلط؟ عظيم. هنا بقى what goes in must come out، ايه اللي يحصل بقى عشان النتيجه دي تحصل؟ اولا بقى انت هتفترض زي ما هنا ان الكارير عند الايجز لازم تبقى زي المنطقه اللي في المنتصف، دي اول فرض، ما ازاي هيبقى ثابت. بعد كده انت هتبتدي تقول ان الاكس عند اكس اكتب جي ان في الديبليشن ريجون هي نفسها جي ان عند ماينس اكس بي، يعني انت هنا هتفترض ان عندك في منطقه الان بتاعتك المقدار ده هنا زي هنا بالظبط، وبرده هتفترض ان البي زي البوينت اللي هي الجهه الثانيه. عشان كده بقول ان الاكس في البي عند الايدج بتاعت الديبليشن هي نفسها اكس ان، النقطه دي زي النقطه دي والنقطه دي زي النقطه الثانيه. طيب انت لسه بتقول دول اللي انا بقولهم لك هنا، ان جي عند البوينت دي هي نفسها عند النقطه الثانيه. ده بقى هيوصلك انك انت
تقدر تقول ان عند اي نقطه انت عاوز تجمع راسي، تجمع راسي يعني تجيب التوتال كرنت. طيب يبقى عم تجمع راسي معناه انك انت دايما عند اي نقطه اكس، اي خط راس جي اكس زائد جي ان عند نفس البوينت لازم يبقى مقدار راسي. انا هختار سي النقطه عند اكس ان. لو اخترت النقطه عند اكس ان ممكن اكتبها كده، ان انا عندي ات اكس ان جي بي عند الاكس ان هي نفسها جي ان عند الاكس ان. انا عاوز النقطه دي والنقطه دي، طب النقطه دي هي النقطه الثانيه، عشان كتبتها جي بي عند اكس ان هي جي بي عند ماينس اكس ان. ده معناه انك تجمع ايكويشن 28 و27 بتوعك، وطبعا ايكويشن 28 و27 بتوعك يدوا لك ساعتها ادي الايكويشن 30 اللي هي مجموع الاثنين مع بعض. باشمهندسين كده انا الكلام اللي قلته لك بالبوق هو الكلام اللي كتبته لك هنا كومبليت. عندكم اي مشكله هنا باشمهندسين؟ انا بقى مش طالب من حضرتك دلوقتي اي حاجه تعملها الا انك تمسك الايكويشنز ده اهي دي. طبعا المعادله اللي عندك دي بسيطه قوي. ده كارنت ولا كارنت دنسي يا ولد؟ كارنت دنسي. ليش نقول كارنت دنسي؟ لو ضربته في الاريا تحول الى ايه؟ كارنت. ده انا عملت بسيط جدا، قلت لك انك انت عندك الله هي الجي في الايه، اضرب الايه في الجهه الثانيه يبقى انت عندك ايه، وسحبت بره بس عامل الكيو، كتبنا المعادله دي بالمنظر. طيب بصوا بقى، شايفين ان اللي قدامك دي انا باخد كل ده الكونستنت ده بسميه اي نود، فالمعادله اللي قدامك دي تتحول الى اي بتساوي اي نود اي اس كي في على كي تي ماينس 1، ودي بقى بيسموها الايديال دايود كارنت. انا مش كلها فيها، انا بس كل خدت الكونستنت ده بس كده على بعضه سميته اي نود كونستنت. طبعا اما يبقى دي وحده كارنت ده لازم هيبقى وحده كارنت، انتوا عارفين ان الاكسبوننشال ملوش يونت ولا ال1 طبعا اليونت، يبقى دي اي نود ده وحده كارنت، بسمي ده هو الاي نود اللي موجود عندي. يبقى المعادله الضخمه دي كلها ضربتها بس في الاريا عشان احولها الى كارنت، ان انا عاوز اي في كاركترستيك مش جي في كاركترستيك. ادي الاي وادي عندي الفولتج اللي موجود عندك. سؤال مهم جدا يوسف، يوسف ايوه مع حضرتك يا دكتور، الفي دي فورورد ولا ريفرس ولا اي واحده فيهم؟ جنرال. جنرال. طب سؤال ركز بقى معايا، لو الفولتج هنا بوزيتيف الجزء ده هيبقى كبير ولا لا؟ هيبقى كبير. طيب يبقى معناه الكرنت يزيد ولا لا؟ يزيد. طيب لو الفولتج ده نيجاتيف الجزء ده يتند لايه؟ يبقى تند تو زيرو. زيرو. يبقى الاي هي نفسها اي ايه؟ نود ولا ماينس اي نود؟ لا هذا ماينس بي نود. ماينس اي نود. ماينس اي نود. يبقى شكل الكاركترستكس يبقى كده، ادي هنا بيزيد في الحته دي وهنا ثابت عند الاي نود في الحته اللي فيها الريفرس. انا بقى مش هخش في ديتيلز المعادله دي، انا هلعب بيها معاكم بقى بكره طول الوقت. هي هقعدكم كده تلت ساعه في الاول نلعب في البتاعه ده هي تفهموها كويس قوي، وبعد كده بقى ادخلك على الريال دايود اللي موجود عندك، ويبقى انا فاضل لي جزء صغير بعد كده خالص يعني اللي هي الكاباسنس، او لو اديتها لك بكره مع البريك داون يعني زي ما يعني الوقت بكره ان هو هيسمح لي، لكن انا مش هجري بيك، انا عندي وقتي وشغال معاكم بالراحه يعني، بس ارجو ان الجزء ده اللي برضو انا بطلبه منكم يعني اللي منكم يقدر يكمل كمل لغايه السلايز دي يعني ما توقفش عند الريال يعني كمل، انت فاضل صفحتين. انا على فكره انا ممكن لو انا في التوجيه يعني بدي المحاضره انا هكمل الصفحتين، لكن انا هقف هنا لغايه 31 هسيبكم تفكروا وتقروا كويس قوي الجزء اللي فات، كل اسئلتكم عاوزين تسالوها اوكي. هنلعب بقى معاكم بكره شويه في 31 يعني شويه لعب بس وشويه كده تفكير يعني، وازاي نرسم دي على اللوج سكيل واللينير.
سكيل وتفهموا بقى اللوج سكيل برضو وتأثيره، يعني فيها شوية حاجات كده. بس أنا يعني ياريتكم تكونوا ذاكرتوها الأول بس عشان ما تبقاش كل الحاجات تقيلة عليكم كفاية كده. بس أنا الحقيقة قبل بقى ما أسيبكم، اللي منكم فهم المحاضرة دي يعني بنسبة 90%؟ ارفعي ايدك. طيب عامة جود جوب بجد، يعني كويس قوي قوي ما كنتوا فهمتوا الجزء ده كويس. ان الجزء ده يعني هي شوفوا بس سؤال بقى، هل واضح جدا في معادله واحده في الكورس ده ما استخدمناهوش من اوله لاخره؟ لا كلها مستوعبه كلها. هي دي بقى المشكله اللي بتقابل الولاد، ان الكورس ده قول لي تقدر ايه اني بورت فيه ما تذاكروش ولا واحد، لازم يبقى كله في دماغه. دي بتبقى مشكلة الدفايس ان الناس اما بتبقى عندها حتت مش مهضومه كتير، يعني في ناس مثلا ما فهمتش الكونتينيتي كوشن مثلا، يجي في المعدل دي بقى يقول لك دي جت ازاي. واحد بقى فكره الكرنت، فكره البطاريه، يعني هو مش فاهم البطاريه بتعمل ايه في الدايره. هي البطاريه كل اللي فيها تعوضك دايما الجزء اللي بيحصل في الديفايس، يعني انت الديفايس عندك كان دي الكترون يحصل لها ريكومبينيشن، هول ويحصل لها ريكومبينيشن، طب معنى كده ان الالكترون هتنتهي والهول هتنتهي. لو وظيفه البطاريه اللي هي بتقول لك انا بمرر لك او بديك الكرنت، بتدفع لك الكرنت ده انها بتعوض لك الكومبنسيشن اللي انت كنت بتعمله، يعني زي ما هي بالظبط هنا الهول من هنا قدوا بالظبط الالكترون من هنا، طبعا عشان كده الكرم بتاعك. ما اعرفش وصلوه بطريقه الحمد لله. ما انتش انتوا عندكم شانس هتقروا. انا نصيحه اقروا صفحه 24 ان فيها حاجات كده هتخليك انت تقعد تفكر ونفسي انت تجيبها من غيري. انا لو عودتك بقى انك انت في الاخر تقدر انت تطلع المعلومات والحاجات دي من نفسك ده افضل. فانتوا اقروا صفحة 24. انتوا طبعا يعني هي بيني وبينكم يعني هي كلام بسيط قوي، ان هي كلها من 15 واحنا فيهم صفحتين او ثلاثة خلصناهم المرة اللي فاتت غاية 24. اوكي حد عاوز حاجة قبل ما اسيبكم؟ دكتور لو سمحت وحضرتك ما يعني مواعيدك ايه في الكلية؟ عشان في حد عايز يجي يسأل حضرتك حاجة، فعايز يعرف في الأوفيس يعني. باشمهندس أنا الحقيقة لو عاوزيني أصلا بديكوا يعني أونلاين يعني، فالطبيعي لو عاوزين حاجة أنا حدد لكم معاد يبقى أونلاين. لكن أنا في الكلية موجود يوم السبت بس، أنا ما بروح الكلية أصلا. يعني إيه سبب إن أنا ما بروحش كلية كتير؟ إن محاضراتي مثلا زي الاربع والخميس انت ثلاث وحد واثنين، اثنين درسات العليا برضو اونلاين، وحد وثلاث الكوانتم. ف انا بروح السبت كليه، لو عاوز يجي لي السبت على الساعه 10 فين ده لين. لكن غير كده انا معاكم هنا اونلاين. اولا انا بقعد معاكم اثناء المحاضره او بعديها، اللي عاوز يسالني في حاجه مثلا، يعني لو انت محتاجه حاجه لا تنسالي. لا مش انا، هو حد مش بيعرف يحضر في نفس الميعاد عشان هو بيكون في الكليه، يعني مش بيعرف يسال تراك. انا عشان زي تمام مش معانا في الجروب يعني. اما في جروب تاني بيبقى دلوقتي في الكليه، هو حضرتك تبقى نعم. انا السبت 19 عمال بص، دي مش السبت 19، إذا كان معاد ده ما بيناسبكمش أنا ممكن أديكم معاد أونلاين تاني يناسبه، يكلمني يسألني في دعوة. معاد إمتى؟ ممكن أخليلكم مثلا يوم السبت مثلا بعد الظهر الساعة 4. لا هو إحنا في جروب تاني بينزل سبت وحد وكده، فهو مش يعني المعاد الجروب الاولاني. السبت الجاي اجازه باشمهندس، بس اسمعني، الجروب السبت الجاي اجازه، هتبقى الكليه مقفوله.
تمام، مش شرط السبت الجاي. انا بقولك اونلاين، انا بقولك اونلاين يوم السبت، عاوزين يوم السبت انا موجود اونلاين اجيكم اخش السبت، اي حد منكم عاوز يخش انا مثلا. هو مش احنا، واحنا بنعرف ما هو انا بقولك هو يعني هو السبت عنده اجازه، ان انا هخش السبت يخش انا مثلا هجيله مخصوص يعني. شخص واحد يعني، فمش عارف، هو قال لي ان انا اسال حضرتك لو بتنزل يعني الكليه بس. ليش من ده شخص واحد ممكن حتى كلمني بالتليفون يعني في حاجه وبعدين انا اتفق معه، العمليه مش حاجه بسيطه. خلي يعني عماد او اي حد معانا من التليفون يديه له يكلم، وانا اشوفه عاوز ايه واخش له شخص واحد. انا حد معاد شخص واحد على الانتيم ده، انا كان حديله معاد اخش له مش مشكلة، انا ممكن اعمله برايفت ميتنج يعني اعمله انفيتيشن ودخله معاه. وانتوا من حقكم انت عاوزين تكلموا انت يعني خليه يعمل كونتاكت معايا كده. على الميل ولا فين؟ ما هو ادوني نمرة التليفون يكلمني. تمام اوكي، شكرا لحضرتك. سنواتي الوقت يعني بص دلوقتي بالذات رمضان في وقت للقيام، بنزل الصلاه بنزل كذا، فطبعا يعني الوقت انا ما بضمنش، فهو يكلمني يقول لي مثلا هنتفق مثلا قبل المغرب ساعه على التيم او حاجه هدخل انا بنتفق معايا. تمام تمام يعني هعمل هذا على طول. شكرا. اوكي طيب كله تمام؟ حدش محتاج حاجة قبل ما امشي؟ لا تمام شكرا حضرتك. طيب. في واحد احمد عبده عبد الله فاتح رافع ايده بس لو كنت عاوز حاجة. احمد اوكي هو احنا كده خلص ده ويبقى ناقصنا الباي الكتريك وخلاص صح كده؟ يعني المحاضرة الجاية والكباس. ان احنا ان شاء الله هنخلص المحاضره الجايه والكاباستنس ويبقى ناقصنا الداي الكتريك صح كده؟ هيبقى ناقص كريستال ستراكشر اه تمام، يعني هدي الكريستال ستراكشر بس هدي لسه البانل دايود والجان دايود. في نوعين تانيين من الدايود حد عارف؟ مفيش مشكله. ان الداي الكتريك عشان بص هو هي مشكله الداي الكتريك، هم لو قالوا من اول السنه ان هم هيقدموا الامتحانات اسبوعين كان الواحد قدر يدي كريستال ستراكشر في الاول خالص ووضبنا العمليه، لكن هم قالوا السنه دي اول سنه هيبقى 15 اسبوع كامل في الاخر خلوهم 13. ف طبعا الداي الكتريك عاوزه ثلاث مرات، فانا هجيب منين الثلاث مرات اذا كان احنا كل اللي فاضل لنا هم ثلاث اسابيع بس لسه انا ما كملناش البينجر، فانا هديك الكريستال ستراكشر وهاجر الضاي الكتريك ده بقى يعني حل المحاضره المحاضرتين بتوع الضاي الكتريك ما دولحش اللي هم كانوا ال 14 و 15. تمام يا دكتور. شكرا يا دكتور. مع السلامه.